هل الاسلام يامر طالب سنغالي بيسال هل الاسلام يامر باخفاء البشره او يامر باخفاء العضو نفسه؟ فاذا كان يامر باخفاء العضو نفسه فما بال الرجال الذين يلبسون الملابس الاوروبيه التي لا تستر من الجسم الى البشره وتترك العضو كما هو؟ هل ذلك مقبول في الاسلام؟ الستر مطلوب والرجال والنساء يختلفون في هذا، فالمراه عوره كلها وعمرها خطير. قد سمعت ايها السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعد فتنه ما تركت بعد فتنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعد فتنه اضر على الرجال من النساء. فالواجب على النساء من الستر والعنايه وعدم اظهار حجم الاعضاء بالملابس الضيقه او الملابس الرقيقه. الواجب عليهن امر كبير وواضح المعنى، وخطر تفريطها في ذلك واضح كبير. فستر الاعضاء واجب عن غير المحارم. اما المحارم فقد سمعت الندوه ما سمعت، وان المحرم يباح له النظر الى ما ظهر منها غالبا من وجه وكفين وقدمين ونحو ذلك، كالقرط والحلق ونحو ذلك. واما الرجل فامره اوسع، اذا ستر ما بين السره والركبه بستر صفيق متين يستر ما بين السره والركبه فهذا كافي، فان عوره الرجل ما بين السره والركبه، فاذا ستر ذلك سترا كافيا يغطي العوره ولا يبينها، لا عوره الفرد الدبر ولا الفرد ولا الذكر ولا الخصيتين، يكون ساترا سترا كافيا فلا باس بذلك. واذا كان في مواضع مثل ما اشار الشيخ عبد الله بن جبريل، اذا كان في مواضع قد يستقبحون ظهور الصدر او ظهور الظهر فستر ذلك عندهم كان ذلك اكمل، فان العرف يختلف والبلدان تختلف والمجامع تختلف، فلا ينبغي ان يتساهل في هذه الامور، بل ينبغي له ان يفعل ما لا يستنكر ولا يستقبح في عرف الناس، حتى لا يرمى بالتساهل في دينه او يرمى بشيء اخر مما يضره. كذلك اذا كان صاحب بدن جميلا وشابا خطيرا فانه ينبغي الستر ستر كامل، فان بعض الناس قد يعشق المردان اعظم ما يعشق النساء، فينبغي في مثال الحذر، فلا يقال في حق الامرد ان يبدي صدره ويبدي اكتافه ويبدي سيقانه، فان قد يضر الناس بهذا وقد يفتن الناس بهذا وقد يبتلى هو. فينبغي لك في مثل هذا ان يتستر وان يلبس القمص الساتره وان يحذر من البلاء من بلاء الجمال وبلاء فتنه الناس ببعض المردان، فهذا شيء خطير. واقل شيء في حق الشاب اقل شيء ان يستر ما بين الركبه واستر سترا كافيا صفيقا عظيما لعله ينجو. واذا طال الستر حتى ستر اغلب الساق فهو خير، واذا ستر صدره وظهره بالفريده الجيده الساتره فهو اكمل واكمل. وهكذا ما يقع في لعب الكره ينبغي في الستر غير الستر، وان تكون فخذه مستوره سترا كاملا لانها عوره، واذا ستر مع ذلك الساق وستر مع ذلك ما فوق السره بالفريده كان اكمل واسلم بحقه واسلم بحق غيره ايضا. رزق الله جميع العافيه.